السلام عليكم. في إطار الحوادث لقي طفلان مصرعهما اليوم السبت 15 أكتوبر الجاري في حريق شب في أحد المنازل بمنطقة الحدادة بمدينة القنيطرة. وحسب مصادر محلية أن الأمر يتعلق بشقيقين، ولد وبنت يبلغان على التوالي 12 سنة وعشر سنوات، توفيا متأثرين بالإصابات الخطيرة التي طالتهما والتي لم تفلح الإسعافات التي قدمت لهم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بمدينة القنيطرة في عملية الإنقاذ. فليرحمهم الله برحمته الواسعة، ومزيدا من الحيطة والحذر، ونطلب من الله أن يصبر والديهم وعائلتهم على هذا المصاب الجلل، وما علينا إلا الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وما قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل، فترقد روحهما بسلام.